هلو، السلام عليكم. الزول في اللون، ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. فوالا حبيباتي، على بالي تقولوا لي وين داتنا هاد الخطره، هاد المصيبه هادي. كما العاده وين نسافر نديكم معايا. صافي، هذه هي. نحب نبدلو شويه في القناه ديالنا، وفي الاول خليتكم تسمعوا هذاك الشرشير تاع الماء والعصافير تزقزقوا. المهم حبيبتي، حنا توحشنا بزاف لهاد الجو هذا، توحشنا بزاف. راكو تعرفوا حنا عندنا الثلج، كي تبدل هكذا الحل رانا نشوفوا هكذا، والله فريمون تولينا هذاك. واش نقول لكم، مع عندنا شحال ما حبطناش الجزائر، وتزيد هكذاك تقعدي 6 شهور في لا نيج، وتزيد لها الكورونا. مي كي تخرجي هكذا تشوفي هاد المناظر الخلابه، واو المناظر. المهم حبيباتي، راكو كيما راكو تشوفوا، راكو تشوفوا هاد البلاصه. انا رحت باش نشري لافيوند من عند هادوما. المهم انتي تروحي ديري لا كوموند عندهم، ومن بعد يقولوا لك وقتاش تدي لا كوموند ديالك، وتروحي تشري من عندهم. يل تلقايها واجده، تروحي عند الباب يمدوا لك تخلصي وتجيبي اللحم ديالك. المهم حبيباتي، حبيت انا كنت في الاول كانت عندي يعني نظره على اللحم البقري كي تديه. واحد الخطره شريته تاني هكا في العيد، ومن بعد حلفت ما نعاودش نشري اللحم تاع البقري، باسكو انا نجبد وهو يجبد، انا نجبد وهو يجبد. المهم قلت ما زيدش نشري هكا في العيد اللحم تاع البقري. ومن بعد كانوا هكا الحباب قالوا لنا بلي فوالا كاين واحد البلاصه وين يشريو بيان سور حلال. واحد توعنا يعني تما اللي ذبحوا المسلمين، وتشري من عندهم اللحم، يعني تقدري تشري من عندهم. كاين توعنا تشري من عندهم يعني لحم حلال، هذا يا اللي رانا نشريو عنده. على بالي راح تسقسيونا. المهم اللي ذبحوا تما راهم تاوعنا. هذه هي حبيباتي، حبيت نقول لكم باللي اللحم ديالو فريمون البنات هايل هايل هايل. انا منها شريته وليت ما نروح نشري عند حتى واحد لافيوند، وليت نشري عنده. والبلاصه تانيت فريمون تانيت البنات هايله، يسوى تروحوا تانيت في العيد. راح تشوفوا لا فيديو، راح ان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو. راح تشوفوا الدراري ناشطين يجري. واش نقول لكم، امام هاد البلاصه كيما راكو تشوفوا هكذايا، شوفوا راكو تشوفوا هذاك البقر راهم يمشي، والله كي تروح لتما غير رجع لك الروح ديالك. كي تشوفي هذاك البقر هكذاك، والله حسيت روحي راني في هذاك ديسانيمي تاع هايدي تشفاولو. والله العظيم فريمون عجبتني هاد البلاصه، وتاني تعجبني اللحم لافيوند ديالها اللي شريناه. فريمون البنات هايله هايله هايله، لي كوتلات ديالو ولا لي ستيك ديالو فريمون تذوب في الفم. انا مانيش ندير له لا بيبليسيتي، انا مانيش ندير له لا بيبليسيتي، ما يعرفني ما نعرفه. مي قلت والله نبارطاجي معكم، نشوف بزاف البنات تقول لكم منين تشريو هنا لا فيوند وهكذا وهكذا. المهم انت شحال حبيتي تشري، شحال حبيتي تشري. انا كيما انا دي فوا نشري ان ويتيام، انت تقولي له تقولي له اعطيني ان ويتيام ولا ان سانكيام، انت واش حبيتي. المهم هاد الخطره راني جبت يعني جبنا هاد الخطره ان ويتيام. راح نوري لكم الكونتيتي اللي شريتها، وراح يعطي لك كلش، يعطيك اللسان، يعطي لك الكبده، يعطي لك كلش مشوي شويه، يعطي لك كاع شويه شويه، يعطي لك لي كوتلات، يعطي لك لي ستاك، ميم العظم هكا زعما ديريهم في اللوبيا ولا، يعطي لك يعطي لك كلش كلش. المهم تشوفوا تانيت البنات تانيت فاش عجبتني واحد الحاجه. انا تانيت ما نحبش الكبده تاع البقري. ابخي من نهار كليت هذه والله ناكلها فريمون بنينه، يكشتوها مع عندها هذاك شغل الجلده الفوقانيه، هي تتجعد ما تقدريش تاكليها. بصح الحاجه المليحه، الحاجه المليحه ينحيو لها هذيك شغل الجلده هذيك الفوقانيه. فريمون هذيك الكبده تولي بنينه 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 وطريه، والله طريه. ما واش نقول لكم، ما شاء الله. المهم انا حبيت نقسم معكم هذا الفيديو هذا، ونوري لكم منين نشري لا فيوند. راح نحط لكم الاسم تاع هذه، واش نقول لكم، راهي فيرما ولا واش نقول لكم، لا فيرم. نحط لكم بيان سور لادريس في صندوق الوصف، راح تلقاوها تلقاو لادريس نحطها لكم هكذا باش ما تتبحروش، ولا مام يعني في الجوجل، ولا راح تحطوا هذاك البوشغي هذاك راح يعطي لكم اسمه. انا صورت لكم كلش تما، صورت لكم الداخل على برا، صورت لكم كلش، راني صورت لكم مام درت لكم فيديو اللحم يعني لا فيوند اللي شريت، وتشوفوا يعني اللي فيه الداخل زعما لي بابي كل واحد
حد باسمه، والكبده هذيك ثاني تحطيت لكم تشوفوها كيفاش نحاولها، هذيك الجلده الفوقانيه يعني راح تكون طريه. هذه هي حبيبتي، راح نحط لكم كاع لا فيديو ونحط لكم لادريس. انا كما قلت لكم انا مانيش ندير له، نعاود نقول لكم انا مانيش ندير له لا بيبليسيتي، راني نحط لك راني هكذا برك حبيت نبارطاجيه معاكم برك. قلت لكم اي حاجه يعني تعجبني انا ولا منيحه ولا وين شريت ولا واسمو نحطها، انتم ثاني تستفادوا بها. وانتم ثاني حبيبتي ما تنساوناش لي كومونتير زوينين كيما نتوما، وما تنساوش ثاني لايك وابوني. اللي دخلت جديده دير لي معاها ابوني هكذا ودي لنا واحد اللايك هكذا الشباب كيما هي، واللي موفين يشجعوني ومعايا نقول لهم ميرسي ميرسي بوكو بوكو. انا خليكم مع فيديو واحد اخر. باي حبيبتي.